عطور عالمية ديزاينر، ثبات فواحان جيد وريحة ممتعة، تجيب لك اطراءات وسهلة الارتداء ومناسبة لكل الاعمار وكل الاوقات. فيرزاتشي ايروس ودو بارفوم هيقولوا لي العطر مو حلو، العطر يجنن، ريحة نعناع وفانيلا، فتشي روعة، لكن بس ضربة الشمس يموت العطر. صح، لكن حلو العطر، انا احب هذا العطر، يعني مستخدم من عنده كمية كثيرة، شوف طير نصه خلال صيف واحد. باكر روبان ليجند، العطر يجنن، ثبات فواحان، ياخذك الاجواء البحر، حتى هو شعر مثل البحر، شوف ياخذك الاجواء البحر على تربة صفرة، تربة بيضة، العفو تربة بيضة وزرع اخضر، العطر كلش حلو، جوه كلش حلو، انا احبه للعطر، ورخيص 35 باوند هذا، يمكن يمك ارخص. العطر الثالث من ديور نسخة الـ 2020، طبعا شوف انا ماخذ الـ 20، ثباته جيد، فواحانه جيد الى متوسط، لكن حلو العطر، جميل وهادئ، اذا انت معصب وناوي تتعطر تعطر بهذا العطر، كلش حلو العطر ويصلح الموظفين ورسمي وصباحي، مناسب جميع الاوقات لهذا العطر، كلش حلو، ماخذ 150 مل لانه لازم تكثر رش من هذا العطر، بس شوف التصميم الرائع، كلش حلو ديور، انا احب عطورها، عندي يمكن ثلاثة يمكن اثنين ما اعرف. العطر الخامس فالنتينو بون ان روما، هذا عندي فيديو كامل عنه، هخلي لكم الرابط قوة التعليق. العطر صيفي لكن مو صباحي، مسائي العطر كلش حلو، بس من شمه ريحته حلوة ثابتة فواحة، جميل العطر يستحق الاقتناء. ونسخة هاي اعتقد 22 نزل، 22 او 21 ما متأكد والله نسيته، لكن هاي الاي دي تي النسخة الاولى كلش حلو، يعني خلال فترة بسيطة شفت تغيرت تقريبا 20 مل. والاخير فيرزاتشي ديلان بلو، هاي اخر عينة، حلو العطر، سهل الارتداء وراح تنسهل عنه، ثباته جيد، فواحانه جيد، يستحق الاقتناء. وكل هاي العطور ديزاينر والنيش والبدائل، اي بديل ما عندك او اي نيش نوفر لك عينات نرسلها لك وين ما تكون، مثلا بكرات روش تاخذ لك عينه 5 مل، 3 مل، 10 مل، 30 مل. بدائل ايضا اللي ما موجوده، مثل نقول بديل ايماجينيشن، ايضا وفرنا لك معينات. واذا تريد ايضا نرسل لك عطور من لندن، اذا انت ما متواجده يمك مثلا، هذا ما تلقى انقرض، وفرنا لكم عينات 5 مل، 3 مل، 10 مل، 30 مل، نرسل لك باي مكان. وهاي كل العطور، وبعد راح اجيب عطور نيش وديزاينر، نوفر لكم عينات وان شاء الله افضل الاسعار. وشكرا لحسن الاستماع، ولا تنسى اللايك وتشترك بالقناه اذا ما اشترك، واكتب لنا فكرة فيديوهات عن لندن، عن العطور، بدائل عطور عالمية، يعني فيدني اذا عندك معلومة، فيدني وفيد غيرك، اكتبها بالتعليق، ما راح تخسر شيء، هو كتابة صغيرة يعني. وشكرا لحسن الاستماع، احلى شباب.